أيها العراقيون الشرفاء، بعدما يزيد على 3 أعوام من القتال الضار وبذل الغالي والنفيس ومواجهة مختلف الصعاب والتحديات، انتصرتم على أعتى قوة إرهابية استهدفت العراق بماضيه وحاضره ومستقبله. انتصرتم عليها بإرادتكم الصلبة وعزيمتكم الراسخة في الحفاظ على وطنكم وكرامتكم ومقدساتكم. انتصرتم عليها بتضحياتكم الكبيرة، حيث قدمتم أنفسكم وفلذات أكبادكم وكل ما تملكون فداءً للوطن الغالي. فسطرتم أسمى صور البطولة والإيثار، وكتبتم تاريخ العراق الحديث بأحرف من عز وكرامة. ووقف العالم مدهوشاً أمام صلابتكم وصبركم واستبسالكم وإيمانكم بعدالة قضيتكم حتى تحقق هذا النصر الكبير الذي ظن الكثيرون أنه بعيد المنال، ولكنكم جعلتم منه واقعاً ملموساً خلال مدة قصيرة نسبية، فحفظتم به كرامة البلد وعزته، وحافظتم على وحدته أرضاً وشعباً. فما أعظمكم من شعب أيها المقاتلون الميامين، يا أبطال القوات المسلحة بمختلف صنوفها وعناوينها، إن المرجعية الدينية العليا صاحبة فتوى الدفاع الكفائي التي سخرت كل إمكاناتها وطاقاتها في سبيل إسناد المقاتلين وتقديم العون لهم، وبعثت بخيرة أبنائها من أساتذة وطلاب الحوزة العلمية إلى الجبهات دعماً للقوات المقاتلة، وقدمت العشرات منهم شهداء في هذا الطريق. لا ترى لأحد فضلاً يداني فضلكم، ولا مجداً يرقى إلى مجدكم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي المهم. فلولا استجابتكم الواسعة لفتوى المرجعية وندائها واندفاعكم البطولي إلى جبهات القتال وصمودكم الأسطوري فيها بما يزيد على 3 أعوام لما تحقق هذا النصر المبين. فالنصر منكم ولكم وإليكم، وأنتم أهله وأصحابه، فهنيئاً لكم به، وهنيئاً لشعبكم بكم. وبوركتم وبوركت تلك السواعد الكريمة التي قاتلتم بها، وبوركت تلك الحجور الطاهرة التي ربيتم فيها. أنتم فخرنا وعزنا ومن نباهي به سائر الأمم. ما أسعد العراق وما أسعدنا بكم، لقد استرخصتم أرواحكم وبذلتم مهجكم في سبيل بلدكم وشعبكم ومقدساتكم. إننا نعجز عن أن نوفي بعض حقكم، ولكن الله تعالى سيوفيكم الجزاء الأوفى.